السلام عليكم. رح نعرض بهذا الدرس بهذا الفيديو الدرس العاشر من مادة الحاسوب للصف السابع إنشاء الجداول. بداية رح نتعرف على معنى الجدول أو تعريف الجدول. الجدول هو مجموعة من الصفوف والأعمدة المتقاطعة التي تشكل مجموعة من الخلايا. طبعا إحنا بنستفيد من إدراج الجدول لصفحة الوورد بأنه ممكن ننظم بياناتنا داخل الجدول ويتم الوصول إليها بشكل سريع، فهي مفيدة لتنظيم البيانات. طيب بداية خلينا نتعرف على خطوات إدراج الجدول. 1- ضع مؤشر في المكان الذي تريد إدراج جدول فيه. 2- اختر تبويب إدراج ثم أنقر على أداة جدول من مجموعة جداول. 3- حدد عدد الأعمدة والصفوف حسب الحاجة. لو انتقلنا إلى صفحة الوورد لحتى نضيف جدول، بأول خطوة راح أعملها إني أحدد موقع الجدول، وين بدي أضيف الجدول، فبنقر بزر الفأرة لحتى ينتقل المؤشر للمكان اللي بدي أضيف فيه الجدول. بعدها من تبويب إدراج مجموعة جداول بنقر على الأداة الجدول على شكل جدول، طبعا هي الأداة. لو نقرت عليها هي ظهر عندي مربعات، فبختار عدد الصفوف والأعمدة اللي أنا بحتاجهم. فمثلا لو بدي عامودين وأربع صفوف رح يطلع عندي هذا الجدول اللي بيتم التعبئة فيه. طيب ثاني إشي بدنا نتعرفه عن الجداول اللي هو إدخال البيانات في خلايا الجدول. طبعا يا سابع، هون أنا بقدر أدخل داخل الخلايا الجدول، هاي هون طبعا هاي عمودين، وهاي الصف، هذا صف، هذا صف، وهاي المربع لحاله هذا بسميه خلية. فممكن أنا أدخل بالخلية أي بيانات، كانت هاي البيانات رقمية يعني أرقام أو رموز أو حروف، أي نوع من البيانات أنا ممكن أدخلها داخل الخلية. فمثلا هون أنا بدي أكتب الاسم، وهون بهذا العمود بدي أكتب الصف. بنقل المؤشر للخلية اللي بدي أكتب فيها وببلش كتابة، فبيتم تعبئة البيانات داخل الجدول. طيب عند النقر في أي خلية في الجدول يمكن إدخال البيانات، ويمكن التنقل بين خلايا الجدول إما عن طريق مؤشر الفأرة أو الضغط على مفتاح تاب من لوحة المفاتيح. فيعني أنا ممكن أتنقل بزر الفأرة، بنقر عليه الزر الأيسر طبعا، أو ممكن هاي أنا هون لو أنقر على مفتاح تاب رح أتنقل بين الخلايا بهذا الشكل. تمام. طيب تنسيق بيانات الجدول. بداية حكينا إحنا من قبل إنه أنا بدي أنسق أي بيانات أو بدي أنسق أي نص داخل برنامج معالج النصوص لازم أعمل على تحديده. فعندي عدة طرق لتحديد خلايا الجدول. ممكن أحدد خلية واحدة لحالها، أو أحدد عمود، أو أحدد صف، أو أحدد جدول بالكامل. فهون عندي كيفية تحديد كل طريقة. تحديد الخلية، ضع المؤشر داخل الخلية وانقر على زر الفأرة 3 مرات متتالية. أما لتحديد عمود، ضع المؤشر فوق العمود حتى يتغير شكل المؤشر إلى هيو هذا الشكل، بصير بسهم للأسفل، هذا شكل المؤشر، ثم أنقر زر الفأرة. أما لتحديد صف، ضع المؤشر جانب الصف حتى يتغير مؤشر الفأرة إلى هذا الشكل، ثم أنقر زر الفأرة. أما لتحديد الجدول كامل، نضع المؤشر على الزاوية اليمنى العلوية للجدول فيظهر مقبض الجدول، ثم أنقر على زر الفأرة يتم تظليل الجدول كاملا. طيب لو إجيت هون أنا بدي أحدد خلية، هي المؤشر بالخلية، بنقر زر الفأرة الأيسر 3 مرات متتالية، هي 3 مرات متتالية رح يحدد لي الخلية. طيب لو بدي أحدد عمود، لو بدي أحدد، هي هون حدد لي الخلية. أما لما بدي أحدد عمود بنتقل لأعلى العمود لتحديد عمود، بنقر أو بحرك مؤشر الفأرة لحافة العمود، هون هيتغير عندي شكل المؤشر،
بنقر بزر الفأرة بحدد عندي العمود. أما هون عندي لو بدي أحدد صف، هاي تغير عندي شكل المؤشر، بنقر بزر الفأرة بحدد لي العمود. المقبض اللي بحدد الجدول كامل هيو بهذا الشكل، المقبض لما أنقر عليه بحدد لي الجدول كامل، ممكن أحرك الجدول من خلاله. طيب الإشي الثاني اللي بدنا نتعرف عليه ويمكن إجراءه على الجداول اللي هو تغيير عرض العمود. إذا كان العرض للعمود أنا ما بكفيني لحتى أعبي البيانات فيه، ممكن أغير عرض العمود. طيب خطوات تغيير عرض العمود: واحد، حرك مؤشر الفأرة إلى الحد الأيسر المراد تغيير عرضه حتى يظهر المؤشر بشكل سهمين متعاكسين، اضغط بمؤشر الفأرة مع تحريك للوصول للعرض المناسب، ثم حرر زر الفأرة. يعني الخطوة الثانية اللي هي عبارة عن اختصارها السحب والإفلات، أنا راح أسحب لحتى يتم تحديد العرض المناسب وبفلت زر محرر زر الفأرة. يعني الخطوة الثانية هي عبارة عن السحب والإفلات، أنا راح أظل أسحب بالعمود لحتى يتم تحديد العرض المناسب وبفلت زر الفأرة. طيب لو إجينا هون، هاي على حافة العمود اليسرى، بنلاحظ إنه صار شكل المؤشر الفأرة على شكل سهمين متعامدين، بسحب وبفلت فبتغير عندي عرض العمود. خامسا اللي بدنا نتعرف عليه بهذا الدرس اللي هو إضافة أو حذف أعمدة وصفوف إلى الجدول. يا سابع، ممكن أنا بعد ما قمت بإدراج الجدول أحتاج بإني أضيف صف أو عمود. رح نتعرف على خطوات إضافة عمود أو أكثر إلى الجدول. واحد، أنقر بالفأرة في العمود المراد إضافة أعمدة قبله أو بعده. اثنين، ظل الأعمدة بعدد الأعمدة المراد إضافتها. فمثلا أنا بدي أضيف عمودين، بظل العمودين. ثلاث، أنقر زر الفأرة الأيمن ثم اختر الأمر إدراج. أربعة، من القائمة الفرعية اختر إدراج أعمدة إلى اليسار أو إدراج أعمدة إلى اليمين. بختار إني بدي أضيفهم يسار اللي ظللتهم أو يمين اللي ظللتهم. لو إجينا نطبق عملي على هذا الجدول، مثلا أنا أنشأت هذا الجدول بعمودين. طيب عندي هذا الجدول، لو حاولت أنا بدي أدرج عمود إضافي بعد عمود الصف، رح بداية أحدد العمود، بعدها رح أنقر بزر الفأرة الأيمن وأختار أمر إدراج، فهي هون عندي إدراج أعمدة لليسار، بلاحظ إنه أدرج عندي عمود لليسار. طيب لو بدي أدرج صف إضافي، رح أحدد الصف الأخير، أنا بدي أضيف صف هون، رح أحدد الصف الأخير، بنقر بزر الفأرة الأيمن، بختار إدراج مثلا صفوف للأسفل، فبلاحظ إنه زادت عدد الصفوف صف واحد للأسفل. طيب هيك تعرفنا على كيفية إدراج أو تعرفنا على كيفية إدراج صف أو عمود. فهون مثلا كمان أنا ممكن أكون أدرجت أعمدة وصفوف بزيادة، فأنا بحاول إني أحذفهم، بدي أحذف عمود أو صف، فرح أتبع الخطوات الآتية: واحد، ضلل الأعمدة أو الصفوف المراد حذفها. اثنين، اضغط زر الفأرة الأيمن ثم اختر من القائمة الأمر حذف أعمدة أو حذف صفوف. رح نطبق هاي الخطوات. لو أنا بدي أحذف الصف الأخير اللي أدرجته مؤخرا، رح أو العمود الأخير، رح أضلل العمود، أي حددت العمود، بنقر بزر الفأرة الأيمن وبختار حذف أعمدة، بلاحظ أنه راح من عندي هذا العمود. لو بدي أحذف الصف الأخير، بحدد الصف، بنقر بزر الفأرة الأيمن وبختار أمر حذف صفوف، فبلاحظ أنه قل عدد الصفوف. آخر شيء ممكن نحكي فيه بهذا الدرس اللي هو كيفية حذف الجدول كامل. لحذف الجدول كامل اتبع الخطوات الآتية: واحد، ضلل الجدول زي ما تعرفنا من قبل، إنه بنقر على المقبض لما يصير مؤشر الفأرة على شكل مقبض وبنقر عليه. اثنين، انقر زر الفأرة الأيمن ثم اختر من القائمة الأمر حذف جدول، هاي رجعت للجدول على المقبض، نقرت، بعدها بزر الفأرة الأيمن بختار الأمر حذف جدول.
فبلاحظ انه تم حذف الجدول من عندي، هيك بنكون احنا انهينا درس الجداول وتعرفنا على كل العمليات اللي ممكن انا اجريها على هذا الجدول، وبتمنى منكم تطبقوا الدرس عملي على اجهزتكم، ويعطيكم الف عافية.